استاذ محسن، حضرتك عمه، انت قريب منه؟ قريب منه. بس هكمل بعد اذن حضرتك كلام الدكتوره بالنسبه لنجا والنجا اللي هو اتصل ايوه اول امبارح. انا كنت على النت على الفيسبوك، والراجل يعني حسب كلامه يعني بدا يكتب لي، قال ان انا عايز رقم تليفون حضرتك. انا احمد عاطف اللي انا اتكلم عنه، مش هو ده صورته، مش هو ده احمد عاطف اللي انا اتكلم عنه خالص، كويس. ودي حقيقه لله انا هقولها. فاديت له فعلا رقم تليفوني على النت، فاتصل بيا الراجل بيقول والله ده مش هو الدكتور احمد عاطف التاني، 46 سنه، وانا الحاجات اللي تخص الدكتور احمد عاطف اللي انا اتكلم عنه سلمتها بالفعل للمجلس العسكري، وانا مستعد اطلع في اي مكان وفي اي قنوات ومعايا صوره الدكتور ده اللي انا اتكلم عنه، واداني رقمه وقال لي اي قناه تعمل لي مداخله ابقى موجود، لكن مش هو ده الدكتور احمد عاطف. والراجل عمل عليه وكتب فعلا على على النت النت على الرسمي البيج بتاعته. ان مش هو ده الدكتور احمد عاطف اللي انا اقصده خالص. عظيم. حضرتك كنت قريب من الدكتور احمد؟ يعني مش قريب تليفون زيارات، لكن احنا بطبيعه الحال ان مسقط راس والد الدكتور احمد، او انا من المنيا منلاوي. اخر والده مره شفته امتى؟ اخر مره شفته من حوالي شهر تقريبا. كويس. مش قعدتوا قعده عائليه يعني ولا يعني كنتوا لا قاعده؟ ما تكونش اعداد طويله، لانه تملي بيكون هو يعني في شغله، فبيجي يوم مش اكتر، يعني مش اكتر من كده. ما اتكلمتوش يعني في الحياة والأخبار لا طول والثورة عمرنا بنتكلم، لكن على فكرة يعني حتى أحمد كمنسق عام لإضراب الأطباء أنا ما عرفتوش غير في الأحداث دي. نعم. يعني هو أحمد على فكرة بالمناسبة والدته تعرف؟ ولا والدته تعرف، تمام، عرفنا ساعة الأحداث ساعة كويس. الإضراب نفسه كانت والدته تعرف، لكن يعني قبل كده إن أحمد ليه لا ما فيش كلام. نعم. طيب يعني حضرتك بتقول لي آخر مرة إمتى؟ حوالي شهر تقريبا. من شهر. طيب المفروض ناويين تعملوا ايه؟ لا هو لا احنا انا بعد استاذ محسن، بعد اذنك. ماشي. هو حضرتك انا كنت رحت اول مره للدكتور عمرو حلمي وزير الصحه، نعم. هو قد يكون كان مشغول او مش رفض يقابلنا، لكن الراجل هكلم لكن فيه. الراجل قال ان انا متبني الموضوع وهكلم وزير الداخليه النهارده، وده حصل فعلا، وكان السيد وزير الداخليه كان اعلن لكل القيادات بتاعته ان يعرفوا طريق احمد. امبارح رحنا للسيد وزير الداخليه والراجل استقبلنا كويس، وقال ان احنا هنبذل قصارى جهدنا عشان نعرف احمد موجود فين، وكلف اللواء احمد جمال مساعد الوزير للامن العام، والراجل قابلنا يعني واهتم بالموضوع جدا وبدا اتصالاته فعلا، وقال ان ان شاء الله يعني هطمنكم على احمد وهدور يعني في كل مكان عليه، وده اللي احنا عملناه امبارح. أنا سمعت النهارده إن في وقفة احتجاجية أو في وقفة، في وقفة دي منظمينها الأطباء، منظمينها الأطباء زمايله، وإحنا كأهله يعني هنشارك معاهم، موجودين معاهم، ومش هنسيب أحمد إن شاء الله غير لما يرجع. وأنا بقول حاجة وبناشد المجلس العسكري والمشير طنطاوي إن يهتم بموضوع أحمد عشان يرجع لوالدته، وإحنا ما فيش مشكلة لو أحمد مدان في أي حاجة، ما فيش مشكلة إنه يتحاسب، لكن أعرف هو فين، يعني أطمن هو فين، يعني يتحاسب مش مشكلة، لكن أطمن عليه يعني. طيب دكتورة نادية، بوزارة الصحة ناوية تعمل إيه في لا الموضوع هي ده؟ هل في ابتدت يعني هو حضرتك أنا مكلفتش رسمي من الوزارة في البداية، لكن بمجرد علم دكتور عمرو حلمي وزير الصحة أنا كنت متواجدة معاهم يوم الثلاث لغاية الساعة 2 الصبح. الحقيقة هو كمان تبنى الموضوع، وتاني يوم مباشرة الحقيقة أكلم، لأنه إحنا كنا عملنا المناشدات لسيادة المشير وللمجلس العسكري ولوزارة الداخلية، لكن مش لأعلى المستويات. هو تكرم واتصل باللي هو منصور العيسوي وتتبعوا الموضوع، ومن خلال التتبع وزارة الصحة تم تكليف الأمن العام بالبحث على الدكتور أحمد للوصول لحقيقة. دكتورة حضرتك قلت لي إنه كنت إنه أنت عارفاه على أساس إنه هو منسق إضراب الأطباء أو واحد من المنسقين يعني. لا هو منسق إضراب الأطباء. هو منسق. المنسق العام. طيب يعني وزارة الصحة مثلا ما حاولش، أو حضرتك عموما بشكل عام كده ما جالكيش حب استطلاع الشخصيه دي مين؟ لا حضرتك انا عارفاه وبقابله في الاضرابات وبقف معاهم وبتكلم معاهم، هو كمان طب لما زميل تقعدي ابني. تتكلمي معاه طيب قولي لي زي ابن حضرتك. ابني زميله وابن حضرتك الدكتور. دكتور وبرده طبيب مقيم، نايب رمد في معهد الرمد، فهم ونفس السن. عظيم. ومن شباب الثوره، بس انا ابني اصيب في الثوره. نعم. لكن هم نفس السن. ده مين ده؟ احمد. ده احمد عاطف. احمد عاطف الدكتور المختفي من يوم 11. ايوه تمام. طيب لما بتقابليه وقعدتي تتكلمي معاه،
انطباعك عنه ايه بعد اذنك؟ الدكتور احمد عاطف تقدر تقول انه هو زي شباب الثوره اللي كلنا شفناهم وفخورين بيهم، شاب مهموم بحقوق اطباء مصر. بص حضرتك، احنا خرجنا من الثوره وكل فئه بقت مهمومه بمشاكل القطاع بتاعها. كويس. فهو بقى مهموم بمشاكل شباب الاطباء، ومن هنا كان منسق. هو من شباب ائتلاف الاطباء، احمد هو وزمايله. هو الحقيقه بطبعه انسان ستريت فورورد، جاد، ولما بيتكلم بحق بيتكلم بيه ويتمسك بمبدأه فيه. هو كان كل نشاطه اللي احنا نعرفه هو حقوق الاطباء. تمام. وعلشان كده احنا بنقول يعني اذا هو بيطالب بحقوق اطباء او بيضرب، وزير الصحه قالها، قال لا يمكن يكون طبيب بيطالب بحق من حقوقه حتى لو اخطأ في التعبير، حتى لو اخطأ وانفعل في الكلام، لكن مش هو ده اللي احنا فيه طريقة تانية للتعامل معاهم ومناقشتهم للوصول. حضرتك عارف وضع الدولة ايه دلوقتي. عظيم. انما مش هو ده الحل، وعلشان كده كل مهتم. مش هو ده الحل، انا بس إيه؟ انه يختفي. انا عايزة بس كمان اقول حاجة، احنا اتصلنا لانه النقابة ما كانش فيه نقابة، فاتصلنا لازم الواحد يدي للحق حقه. الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح امين عام اتحاد الاطباء العرب، هو طبيب قبل ما يبقى مرشح للرئاسه. الحقيقه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح تجاوب معانا مباشره، لان احنا اتصلنا بيه برضو يوم الثلاث. هو كمان وجه بيان لوزير الداخليه وللمجلس العسكري وللامن العام، وده يمكن اللي فعل وزير الصحه مع الدكتور. طيب استاذنك معلش هطلع اقطع كلامك، الدكتوره انت دكتوره اساسا. طيب، وكان في انتخابات بتاعت النقابه، نقابه الاطباء، وعارفه ان الدكتور احمد كان مرشح نفسه، هل هو مرشح قوي؟ كان مرشح قوي لو كان حضر الانتخابات؟ هو من ائتلاف الشباب. صحيح لم يوفقوا باعداد كبيره في، لكن ده ائتلاف وليد من 3-4 شهور. نجح منهم ناس في المحافظات، قد يكون لو احمد عاطف حضر كان ينجح، انما دي ملهاش علاقه بتاتا. يعني ليس لها علاقه نهائي. ايه رايك استاذ محسن بموضوع الانتخابات؟ انا بتفق مع الدكتوره ناديه ان احمد كان مرشح تحت السن على مستوى الجمهوريه، يعني غير معروف للناس الكبار، يعني الطبيعي فوق السن ما كانوا ما يعرفوش الشباب الصغيرين، ما شوفوهمش قبل كده، ما فبطبيعه الحال مش هيكون معروف غير في المستشفى اللي هو موجود فيها. كويس. فيعني انا شايف ان حتى لو احمد ممكن يكون قد يكون ممكن ينجح او ممكن ما ينجحش، لكن ما لوش علاقه بال. استاذ محسن كلمني عن والده الدكتور احمد، يعني عائليا ايه اللي حصل اول ما يعني تطور الخبر وانه الدكتور احمد مش موجود؟ هو كانت وهي بتتصل بيا كانت منهاره طبعا في التليفون، بتكلمني وهي بتعيط، قلت لها انا رايح بنفسي وهطمنك، واتصلت بيها كل شويه بطمن عليها، كانت برضو بتعيط منهاره طبعا هو ايه واخواته. وعلى فكره احمد عنده كمان 2 اخواته وبنات في الامارات، كل شويه بيتصلوا بيعيطوا منهارين وعايزين ييجوا. ووالدهم كان صيدلي وتوفى قريب، ويعني أسرة هو المتحمل مسؤوليتها يعني. عنده أخت في كلية الصيدلة وأخ صغير في المرحلة الإعدادية. هو الحقيقة اللي بيراعي والدته وإخواته، علشان كده صعب قوي تقول أي حاجة، هو بيتحمل مسؤولية. تمام. وعلى فكرة أشرف هو شخص مسالم جدا، ملوش أي سياسات تانية باستثناء أن هو منسق أضراب الأطباء. أصحابه مسلمين مسيحيين كل الفئات، حضرتك يعني معاهم مسالم جدا، بيحبهم جدا، هم بيحبوه جدا. وتشهد بكده الاطباء اللي موجودين في المستشفى. يعني ملوش اي نشاط تاني غير مستشفى، ينزل يروح عند والدته، ممكن يشتغل مع بعض الاطباء بره في مستشفيات خاصه مش اكتر. دكتوره ناديه بدوي، مستشار الاعلام واتصال لتنسيق وتنسيق صحي بوزاره الصحه، والاستاذ محسن عزمي عم الدكتور احمد عاطف، شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا فندم. شرفتونا. اسمح لي يعني هو بس نداء مره تانية، مناشده من قناه النايل لايف على الهواء لسياده المشير طنطاوي، اعتبر احمد مره تاني، احمد عاطف ابنك، لكل المسؤولين اعتبروه ابنكم، هو طبيب من شباب الثوره، فنرجوكم فعلا طمنوا الاطباء. وبطلب من الدكتور خيري عبد الدايم نقيبنا وأستاذنا، بنبارك له أولا، بس ثانيا بنقول له يا دكتور خيري مسؤوليتك دلوقتي، احنا مشينا المشوار لكن حقيقة اللي هتكمله بإذن الله. فين أحمد عاطف؟ حق البلد علينا لو مخطئ حاسبوه،
بس قولوا لنا هو فين، احنا كلنا هنحاسبه. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا فندم ونورتونا. ربنا يطمنكم على الدكتور احمد. نتمنى من ضم صوتنا، الاعلام بيضم صوته لصوت الدكتوره، نتمنى ان احنا نعرف كل خير ان شاء الله عن الدكتور احمد بغض النظر عن اي حاجه. عايزين نعرف الدكتور احمد فين. نهاركم سعيد.